Batman. FM. All dead. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ونقولكم صباح الخير شباب، طبعا لكم مساء الخير، بس هالمرة لكم صباح الخير، يعني الفيديو شوي مسجله بكير شوي. فاليوم شباب معنا أكيد عند الصبح نقول له صباح الخير للدكتور مرايب، وبعد شوي بنقول له الله معك، إن شاء الله اليوم ندمره بالآخر استراتيجية الوريور. وفي فيديو تاني كمان طلب مني شباب استراتيجية الوريور اني اهجم فيها على الاراضي، ان شاء الله بدي اسوي هالفيديو ان شاء الله. بس اليوم معنا الدكتور مرعب، ان شاء الله يعني نتخلص منه، بس بدي اعمل بوست ل يعني زيادة طاقة المركبة الحربية، ونعمل بوست نعمل ما نعمل والله نعمل بس لهاد نعمل بس لهذا بوست وزيادة موارد الخصم. يعني شباب اليوم بفكر احدث واحد تاني، ما بعرف ليه، نشوف هلا بنشوف فيديو تاني ما بعرف. المهم شباب نبلش الهجوم على الدكتور مرعب، ونشوف طريقة الهجوم طبعا باستراتيجية الوريور. اكيد اول واحدة والتاني ما بنستخدم غير الروبوتات، نعطيهم الروبوتات بعد ما صار عنا اشارات كتير. هي أول وحدة والتانية أكيد من الروبورتات. طبعا صوتي شوي رايح لأني فايم الصبح عفوا. إيه شباب، وهلا بنشوف التانية وهجوم لايف يا حبيبي عند الصبح، ونشوف التاني الهجمة التانية. هي مدفع معطيني يعني حاس حالي عم بحكي مع حالي. وشوف معكم شايفين شباب الروبوتات وعبت الأرض ممتاز. هاي الأولى والتانية، هلا بشوف التالتة أكيد بدي أهجم فيها بالبولر طبعا. لا والله لا بيش تهجم، لكن زي ما نشوف شباب وين راح الدكتور. نحط هجوم على التالتة ونشوف التالتة، عجبنا ننزلها بس روبورتات لننزل عليها هجوم. لا والله بدها هجوم، فما في اي مشكلة ننزل عند الوريو. 19 الشباب شي خرافي ان شاء الله. بس حدثت لسه، ما هلا ما حدثت مركز القيادة، بس ان شاء الله حدثه، ان شاء الله حدثه اسوي الوريو 19 20 عفوا 19، ما هو 19. وبنعمل شوك قول فيه اشارات كتير، كله بنعمل له شوك ما في اي مشكلة ضربة. اوه جمعت البوريور، ما يكون شايفين شباب جمعت البوريور، مشان هيك لازم هاي ضربتين تطلع خالصة. هي التالتة جمعت نص البوريور تقريبا وكويس، طلع لي في شيء متمنى انا بقوله، طبعا ما بذكر اسمهم ابدا شباب. بنشوف بنعمل هجوم كمان قبل ما يطلع، قبل ما يطلع بنشوف الرابعة فيها لغم. أول شي بنشيل اللغم كويس، نعطيه نشوف لهون من ثلاثة بننزلهم. ممتاز إشارتين طبعا شباب. بعد يعني وقت بهجم هيك الحكي شوي هيك بقطش فيه مشان ما افوت التركيز يعني، وما اخسر كتير ووريور، يعني اذا خسرت ووريور كتير ما فاهم، ما بحسن هجم على اللي بعده فاضي. فهلا بدي انتبه مشان ما ارجع اجمد، مشان ما ارجع اجمد. كويس اكيد ما راح ولا ووريور. هلا بنشوف 8 7 والله راح وريور واحد، ما في اي مشكلة يعني. لو حتى خسرنا بنعبي جنود وبنرجع بنسجل نتابع الفيديو بإذن الله تعالى. طبعا زي ما ملاحظين هيك شوية انا بحشش ولا بحكي كتير مثل عادي، يعني هي فوت مسبح فورا
انزل هالاستراتيجية هاي وانزل على القناة. يلا نشوف الخمسة يا شباب، والخمسة في عنا هون ألغام كتير، فالألغام كتير بنعمل لهم سد ناري ونشيلهم كلها. تبرك من شاي معهم شي مدفع، هون شايفين هون عشان ما يضل ولا الغم، بما انه راي يموت حرام ما مات، ما هو مشكلة. إشارة 1 2 3 4، طبعا هذا يتكلفنا إشارات كتير. نشوف الله كمان هون كل النار كمان نعطيهم إشارة لهون، وحاج إشارة واحدة معلش لو هيك نعطيهم إشارة لفوق ما في ولا لغم، ممتاز السماعي 64 إشارة ممتازة. نعمل شو 2 3 ونعطي روبرتات، بما انه معنا روبرتات كتير كتير زيادة ممتاز. طبعا في هون الصادمة كمان كي عم ضرب عليهم، بقول لك كان خلصوه من زمان هنن. الله ضل عنا هون يا شباب، ضل عنا السادسة والسابعة، كويس يطلع لي قطعة ظلام كريستالة بسطانية. الله اكيد اكيد شباب بالسادسة والسابعة اكيد عن المضمونة الكريستالة الكبيرة. انا في بعض الاحيان بيطلع لي، يعني بيطلع لي كريستالة يعني احيانا بيطلع لي باول هجمة او هجمتين او التالتة بيطلع لي كمان كريستالة كبيرة، بس هالمرة ما طلع لي. نشوف السادسة شباب فيها الغام ومطلق صدمة ما فيها. طبعا هلا في عنا هدول هون اللغمين بدون شيل، هذا بده شيل عشان الوريو عندي كامل لنشوف كم واحد مات في هالهجمة كلها. نشوف نحط هالألماسي على السريع مشان ننهيهم نهجم، نعطي هجوم بس طبعا الله يكلفنا إشارات شوي كتيرة شوي. بنعمل زون نضرب إشارة لهون، عفوا قذيفة لهون وقذيفة لهون، بعدين نمشيهم هيك عن طرف اليمين نعطيه اللي هون، نعطيه 1 2 3، احتمال احتمال يعني ياكلوه شوية ضرب، مو مشكلة كويس ممتاز والله كويس. نعطيهم نشاره سيبي على القاعدة ممتاز 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 كويسة كويسة، أهم شي ما ينظهروا. فالله هيش من سابي نعطي روبرتات لهون مشان فورا ما دفعت لهنيك، 1 2 3 روبرتات روبرتات، ونعطيهم دم كويس ممتاز 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 كويسة ممتاز. هاي الشباب شباب السادسة كمان، وشو شد خسرنا ووريور ونشوف كويس ممتاز. طلعنا واحدة لولا كبيرة وسطانية ومات عندي خمسة بس، خمسة بس يعني شي خرافي، خمسة بس ووريور ماتوا ممتاز. ونشوف الله بنشوف يا شباب السابعة، والله السابعة في عندها هون لغم مين، هو والله في ألغام كويسة يعني هدول إذا مشي عليهم لحالهم بشوف الوريور كله. فش عنا هون، عنا هون قاذف صدمة حوالي ما في عنا واحدة راجمة تنتين، والله هدول لحالهم بشوف الوريور. انا بعيد لازم نعمل له شوك كمان. شد مات عندي ووريور، نشوف شباب نشوف شد مات عندي ووريور يا شباب، مات عندي خمسة ووريور نعطيهم على السريع مشان نخلص كويس ممتاز. ونشوف شو نهجم عليه يا شباب، والله صعب شوي يعني، يعني هاي شباب اي خطأ اي خطأ بصير جوز نخسر كل الوريور. اذا عملنا شوك هون وشوك هون وعملنا لنا شوك هون كمان، ف والله في النار كمان عملنا شوك 2 كويس ممتاز. المدفع هذا بوصل نعطيه روبورتات، اول شي نعمل سد ناري كويس نعطيه هجوم. شباب كويسة شوفوا استراتيجية شلون، اجباري بدنا نعمل سد ناري هون مشان يروحوا كل الهدف.
نضرب قذيفة هون، كويس. بعدين إشارة أخفاء 2 3، نعطيه إنزال ونشوف. طبعا من نعطيه على النار، نعطيه نوضع بشكل مستقيم على النار. 1 2، يلا يلا ما ينتكش ولا نكشي، ممتاز. لحد الآن شباب هجوم خرافي، هجوم خرافي 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 يا شباب. نعطي يلا، بسم الله. شوك 2 3، روبرتات روبرتات، دم، ممتاز ممتاز. يلا 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 يلا، ايه يلا شباب يلا. واخيرا خلصناه شباب. شو شد عشان ادرى عنا خسائر؟ والله ما رأى عندي خسائر ابدا مثل العادة، يعني شيء ممتاز. دكتور مرعب بنقول له مع السلامة. طب بس وحدة، كان يحطوا لي جنبها شي 5 6 صغار، 7 8 وسطانيات. لقد هزمتني هذه المرة ولكن سأعود. توقع أن تمطر السماء عليك نيران وموارد فولاذية. يا الله، يعني أنا هلا ارتعبت وجوز أفصل والله البومبيتش وما أعرف وين أروح. يعني هذا والله احتمال كثير كبير. هذا كل ما هنالك عن هامورمان. طبعا بدي أسكر الفيديو عم هيك من كتر ما ارتعبت، يعني رعبني كتير هامورمان. بدي أسكر الفيديو أحسن. شباب ما كنتوا شايفين، يعني أخذناها باستراتيجية كتير حلوة، إن شاء الله تعجبكم عندنا الصبح ويستفيد منها عدد كبير كتير من الأشخاص. يعني استراتيجية كان دخلت فيها كتير حلوة، استراتيجية الوريور. طبعا ما عملت بوست غير جات مركب الحربية، يعني الإشارات ما كنتوا شايفين الله هون. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو شباب. لا تنسوا اللايك، لا تنسوا الاشتراك بالقناة. كل شيء جديد بشوف الفيديو لا ينسى الاشتراك، ولا تنسوا زيارة صفحتي شباب على الفيسبوك، إن شاء الله بتلاقوا رابط تحت الوصف. لا تنسوا الاعجاب فيها كمان، طبعا بنزل فيها عليها كل شيء، يعني كان كلاش رويال ولا كان بومبيتش، ما هي خاصه بس بالبومبيتش، يعني كل شيء يعني بنزل عليها. لا تنسوا الاعجاب فيها شباب. كل بحب يشاركنا بمجموعتنا المغلقه عزام مافيا بومبيتش، وكمان بحب يشاركنا كمان بمجموعه المغلقه كمان كلاش رويال، كمان عزام مافيا، كمان عزام مافيا كلاش رويال، يعني نفس الشيء كلهم عزام مافيا البركه. يلا شباب، كما اخوكم بالله محمد، تابع قناه عزام مافيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.